صرتي أحسن؟ أنا منيحة لا تقلق، شوية وجع وعلى الدواء ماشي الحال. أي ما عم تاخدي أدويتك طبيعي هيك يصير. خلص ولا يهمك أنا منيحة. شو رحت اليوم كمان لهني؟ على هداك البيت؟ بس ليش؟ شو عم بتساوي هنيك؟ أمي متذكرة البنت يلي فتحت لك باب البيت؟ هالبنت حبيبتي بتكون. ايه بحبها وعم فكر كمل حياتي انا وياها. يعني ما تفكري اني بهالبساطة وصلت لهالقرار، الموضوع اكبر من هيك. يعني عم فكر ارتبط فيها. بما انه هيك خليها تجي لنتعرف. كيف يعني؟ ايه يعني لما بنت بتكون مأسرة بابني طبيعي يكون حابة اتعرف عليها، عزمها لعنا على العشاء اذا بدك. ايه ماشي ليش لا؟ انت هلا بس بدك تمشي روح وقلا، وبعرف انه بدك تروح وانك جيت مرق الطريق اصلا. على كل حال الا اني ناطرتكم باقرب فرصة لنتعشى مع بعض، اتفقنا؟ تمام.